اهلا بكم مره تانية مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم ولا زلنا معكم والطريق الثالث. ونحن نسير في الطريق الثالث فجر لنا الدكتور هدايه عده متفجرات، ولكن هذه المتفجرات التي تم تفجيرها الليله انا ادعو الجميع لمن يحمل وجهه نظر اخرى للمثول هنا على هذه المائده، وتكون هناك مناظره علميه حتى يتم استبيان الحقيقه وتتجلى الحقيقه للجميع. وانا هاخد كلام الدكتور هدايه واتحفظ عليه هذه الليله الى ان يكون هناك مناظره اخرى مع وجهه نظر اخرى، وهذا يعني يكاد يكون من المهنيه بمكان. من جديد ارحب بك يا دكتور محمد. اهلا بيك. خليني بقى ارجع لحته الوسطيه وميزان الوسطيه. كله بيدعي الوسطيه. اي الكل من اقصى اليمين الى اقصى اليسار يقرا ايات الوسطيه ويقرا هذه الايه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم، والكل يدعي الوسطية. طب لما حد يجي يقول لي أنا وسطي وهو مش وسطي ويطلع نصاب أمسكه إزاي؟ بي 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 بيستشهد بإيه أول حاجة؟ يعني زي ما أنت قلت حضرتك دليله إيه؟ المادة اللي معاه إيه؟ مادة الوسطية عنده إيه؟ بيقول إيه؟ قرآن، نتناقش في القرآن. طب ما هو داعش عندها دلائل. ما هو داعش هو بتقول لك أنا كده بنفذ الدين بحذافيره. لا هي خدت، بص، خدت حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهم بيخشوا الأستاذ هاني مش ما بيصليش، يبقى الأستاذ هاني ما بيصومش، أنتش عرفك يعني أنت حتى اشتغلت حق، وحتى لو هو كده أنت مالك يعني فهمني. آه فأنا طبعا الحديث ده لما أنت تسمعه تقول إيه؟ لما يطلع علماء يا راجل أنا مهموم، لما يطلع علماء يقول لك ده الناس في الحديث ده مش مقصود بيهم الناس. طب انا معاك، مقصود بيهم ايه؟ قريش. طب هو بعث عشان يقاتل قريش؟ يعني انا ماشي. على فكره اللي بيتكلم ده ويقول لك انا دارس لغه عربيه، اقسم بالله اللي يقول الكلام ده ما قرا كتاب في اللغه. طب ما هو في حديث تاني بيقول يوم يوم المرحمه. ده حديث وده حديث مثلا، اصدق ايهما مثلا؟ ولا ده ولا ده ايا كان. انا بص، لا هنا انا بتكلم على حته التناقض. بص التناقض، بص ما هو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انا عندي ايه تريحك في الحته دي، اروح للحديث ليه؟ يعني بص انا هسالك سؤال قراني ربنا ساله لك يا استاذ هاني وانت بتقرا القران، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون؟ باي حديث بعد الله وآيات الله؟ تديني دقيقة. اتفضل. من يعني من الحاجات اللي الناس ما بتحبهاش. اتفضل. الآية دي ما كانتش تمشي. فبأي حديث بعد حديث الله وآياته؟ على فكرة ده المقصود. ما ده لغويا تمشي. وده المقصود. بس شوف ربنا كده قال إيه؟ فبأي حديث بعد الله. مش حديث الله. يعني لما أنا أقول كلمة الله أنت مش تقف قدامي، تخرج بره وتقفل الباب وتقفل بقك خلاص. المعنى صعب. فبأي حديث بعد حديث الله ماشية، لكن شوف التوقيع القرآني. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ اسمع دي. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وما جابش سيرة الله. رد هنا ورد هنا كده. يعني القرآن الله، خد بالك أنا عايز أقول حاجات كتيرة بس هتبقى زي ما أنت قلت كده، ساعة ما قلت قنابل أنا خايف على الناس يعني. خد بالك إن ربنا سمى القرآن حديث. الله نزل أحسن الكتاب حديثا متشابها، يعني سمى القرآن إيه؟ مثانية سمى القرآن حديث. تتجرأ أنت يا عم نقط ويا عم نقط وتسمي كتابك حديث؟ ده انت راجل ما بتفهمش البعيد. ده ربنا سمى ده حديث وبيقول لك فبأي حديث بعده تقوم انت تسمي حديث؟ ما هو عم نقط ده هيرد على فضيلتك دلوقتي يقول لك الرسول نفسه قال أوتيت القرآن ومثله معه. حلو. مثله ده بقى ايه؟ طب رنا ليه؟ طب اسمع الآية. ونزلنا عليك الكتاب ومثله معه في كده؟ لا لما تخليها كده. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. ليه ما قالش ومثله معه؟ لا قال تبيانا لكل شيء. كتابا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صح؟ تمام. لما جه يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران ومثله معه. لا مفيش كلام يا دكتور. ليه؟ جايب الايدي منين؟ انا جايبها عشان الراجل استر عليه.
لا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. تيجي انت تقول لي الرسول بيقول، انا احلف لك بالله ان الرسول ما قالش الكلام ده ولا يمكن يقوله. ده انا في حلقه هعملها معاك. لا، ما هو مش بالحلفان. انا ما جايب لك ايه، ما انا جايب لك ايه. الموضوع مش موضوع انا جايب لك ايه انه قال او ما قالش. هل انا لا برؤيتي او بيمين؟ لا مش برؤيتي. اقول لك انت يا استاذ هاني، لما بتسلم او لما بتقول انا مسلم، ايه عقيدتك؟ يعني بتنام بالليل ان الرسول اتكلم مع القرآن وحط كلامه قدام القرآن، ولا ده مستحيل في دماغك؟ يعني في النهاية لا طبعا مستحيل. ان لم تكن عقيدتي كده فانا اشركت يا راجل. ده بيقول لك القرآن والسنة. ده الواو دي يا استاذ هاني مشكلة. القرآن والسنة. والسنة دي هم مش فاهمين الكلمة، يعني نفسي افهمهم الكلمة. لما القرآن يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله مرة تبديلا ومرة تحويلا، يبقى ايه؟ يبقى في حد يقدر ياخد الكلمة يعملها لنفسه؟ حتى الرسول قالوا حديث. ايه الحديث؟ قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. طب كده انت عايز تقول حضرتك ان كل الاحاديث دي نتجنبها ونكتفي بالقرآن؟ ما انا هقول لحضرتك ليه. انا صدقت الحديث ان الرسول قال في الحج تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. تمام. الحديث في مسلم. افتح مسلم تلاقي الرسول قال ايه، عشان اوريك الكذب فين. تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وانتم تسالون عني. طب وفي عترتي وفي سنتي؟ ما انا هحكي لك القصه اهو. ما انا لما بحثت بقى رحت رايح للشيخ، مش عايز اقول اسامي. لا مش عايزين اسماء، ده اسامي سودة. قلت له يا فضيله الشيخ الحديث. قال لي لا لا لا، الحديث ده اصله متاخد من الحديث ده ومش محتاج لدليل. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني من كتر ما اشتهر السند مش مهم. قلت له هو اشتهر ازاي؟ يعني اشتهر الحديث فاصبح ليس له سند، والسند مش ومش مهم، مطلوب السند. بس الحديث اللي انت بتقوله ان هو قاله ما فيهوش الكلمه. فقلت له طب ازاي يعني، طب اشتهر ازاي؟ قال لي ما هو بص بقى، الشيعة قالوا وعترتي، نسكت احنا؟ لازم نرد. ردوا عليهم بسن، يعني ده ملفق وده ملفق، ده باعترافه. ولو عايزين اقول اسمه واقول، لا انا بفتح الموضوع لمناظره. قال عترتي فردنا عليهم بسنتي. طب والكلام مش في الكتب. استنى بس يا استاذ، دي في مصيبه. الكلام لا ده في الكتب ولا ده في الكتب. بس ده مش حجه يعني هذا الرجل او هذا العالم يا باشا. لا ده غير كلهم ايدوا. لا يوجد حجه على الاسلام. الاسلام حجه على الجميع. طب طلع شيخ تاني من الازهر قال لك الدكتور هدايه مبالغ فيما يقول، والحديث مش محتاج سند من شهرته. نفس الكلام. طب انت بتقول لي الحديث في مسلم، رحت ما بلقتش. يعني الحديث في مسلم ايه؟ كتاب الله. طب هل ده عالم حديث اللي قالك؟ قال مالوش سند. استاذ علم قال لك من شهرته، قال لك من شهرته مش محتاجين سند. ما هو عايز يسكتك. دي قاعده جديده يعني؟ قاعده جديده يا باشا. هم عندهم قاعده اصلا، ده هم واقفين مفيش قاعده. بص اسمعني. لا الحديث بيقول ايه؟ الحديث بتاع مسلم. انا هجيب لك مسلم انت تقراه للناس. تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. ما قالش حاجه تاني. يبقى انا كراجل مصدق الحديث هاخد بايه؟ بكتاب. طيب الله. طب في حتى دكتور حاجه كده في الحديث بيقول لك حتى لو الحديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الاعمال. تعرف ايه الضرر؟ ايه الضرر؟ ما ايه الضرر؟ ايه الضرر لما الاقي كلام اعتبره من الحكمه بمكان، من الحكمه بمكان، كلام بيهدي الى الخير، كلام يؤدي الى فعل الخير. هل تدار الامه بالحكمه ام بكتاب الله؟ هل تقام الامه بالحكمه؟ انا معاك على فكره. الحكمه قد تسد مسائل خلافيه اجتماعيه. هتلاقي الحكيم ده على فكره ان ما كانش قال الكتاب ده كما يجب هو مش حكيم. الحكمه فين؟ طب دلوقتي التليفونات بتنهال. انا جاهز. وبتقول الدكتور هدايه كده بينكر احاديث النبي وسنه النبي. يا سيدي انا هقول له ايه؟ انا بقول له انا بص انا بجيب ايه، رد عليا. رد عليا بايه. والحديث اللي انتوا بتقولوه ما فيهوش وسنتي.
طيب وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. حلو. أليس إطاعة الرسول أيضا في اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول، شوف الكلمة، فسر لي كده الرسول وظيفته إيه؟ يبلغ رسالات رب. بس يبقى أنا أطيعه فيما يبلغ عن ربه. شوف الكلمة القرآنية يا أستاذ هاني حجة علينا إلى يوم القيامة. ليه ما قالش هنا النبي؟ ليه ما قالش النبي؟ لأن النبوءة ممكن ما تتبلغش منك، تكتفي تقف عند النبي اللي قالها، لكن الرسالة تتبلغ منك. فهو في الحالة دي إيه؟ رسول. طب اسمع اللي جاي عشان نفسي يفهموا الفرق في القرآن بين الكلمة دي والكلمة دي. واوعى تقول لي إن ربنا إن دي زي دي ومش مهم، اوعى. ده قرآن. قول لي بس الأول قبل ما تحبر إن الله وملائكته يصلون على الرسول. على النبي. بتخليها الرسول. لا. ما هي هي. هنا نبي. ليه؟ ليه؟ لأنه الصلاة عليه جت مع بداية بعثته، هو بعث نبيا الأول. شوف الذين يتبعون. هو ليس كل نبي رسول. بالضبط، لكن كل رسول نبي. فهو سماه إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. جابها منين؟ من هي الآخر الأول. اسم الله عليه. ليه؟ من المكانة العالية. عشان تفهم حضرتك. مش أنا آسف الله. الرسول يعني. أشمل من النبي. فيها شمولية. يبقى لما تقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما يبلغ من الرسالة. والرسول على فكرة لا يمكن يقول كلام برا القرآن. هقول لك على حاجة. أنتوا بتقولوا بعضهم يعني يقول لك إيه أصله كان بيرد على أسئلة. طب ده القرآن يا عم قال يسألونك قل. يعني لما يسألوا. طب ما هو برضه ولا ينطق عن الهوى. بالقرآن. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. ما هي الآية متكملة ما توقفش. طب إشمعنى خدت الوحي في القرآن ولم تأخذه في الحديث؟ ما فيش وحي في الحديث، ما قاليش هنا كده. قال لك إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني أنت اسمع اللي جاية. هنا أنت بالكلية مش عايز كلمة حديث. لا مش قصدي كده. أنا بقول شوفوا الحديث اتكتب ليه. تمام. عشان يهد الأمة. عشان يهد القرآن، عشان ينسيك القرآن. يعني أنا بقول لحضرتك افتح وهات الحديث وأنا أقول لك الحديث ده هدفه إيه والآية اللي بتكذبه إيه. طب 1400 سنة من تراث ديني وفي مؤسسات علمية وعالمية، هنيجي كده في لحظة. لا ما تجيش في لحظة. كل لا أسألك سؤال بس. ونقول لهم أنتوا كنتوا غلط؟ يا سيدي أنا لا بقول لهم غلط ولا صح، أنتوا صح. بس أنا بقول لكم رأيي لوجه الله. ال 1400 سنة دول مش فيهم 250 سنة ما كانش فيهم حديث؟ تمام. كانوا ماشيين ازاي؟ بالقرآن. طب ايه بقى اللي حصل عشان تعمل الحديث بعد 250 سنة؟ ده سؤال يوجه لعلماء الحديث. لا انا عايز اسمعه منك يا استاذ. طيب ما هو ممكن يكون كان موجود ولكنه لم يكتب بعد. طب ما وكان بيتناقل هو جمعه ازاي؟ ده هو بدأ يجمعه في الوقت ده بكلامهم. لو وصلت المناقشات لمرحلة أنا هخلي حضرتك تقرأ لنا مقدمة البخاري وأنت قول لي بقى رأيك فيها. طب عايز تقول إيه في مقدمة البخاري؟ كلام فارغ. بص البخاري مؤسسة يهودية وضعت هذا كده الكتاب. بنتكلم كلام جامد جدا. انت بتسألني انت كده بتفجر قنابل غير عادية. أنا بقول لك أهو. يعني بتقول ما فيش معراج، قد يكون هناك كلام واخذ ورد من خلال سورة الإسراء. الشيخ على فكرة مفيش شفاعة. الشيخ عبد الجليل عيسى مفيش سحر للنبي. قال مفيش معراج، وقال الرسول ما اتسحرش ولا حاول الانتحار. وجاب بقول لك جاب الكتاب بتاع البخاري ده عمل ايه؟ صفوة صحيح البخاري. لما كان معانا تلاميذ. طب الشيخ عبد الجليل نفسه معترف بالحديث. ما انا هقول لك اهو بقى اسمعني يا استاذ هاني. ما هو انت ردك جميل في ايه؟ ان هو عمل صفوة صحيح البخاري، صح؟ دي مرحلة. ما كانش يقدر يقول اللي انا بقوله النهارده. انا خدت منه وعليت شويه وبحثت اكتر. انا بقول لك اقسم بربي لو الشيخ عبد الجليل عايش لحيقول نفس كلامي. بس هو قال لك ايه؟ انا النهارده قلت الكلام ده امتى؟ هل انا قلت الكلام ده سنه 2000؟ طب مش ملاحظ ان الكلام ده ممكن يعمل بلبله في المجتمع؟ يا عم بلبله في ايه؟ ده دين. عارف يا استاذ هاني فكره البلبله دي هما بيقولوها عشان احنا نسكت. لو كلامهم صح ما كانش يبعث الرسول لا يعمل بلبله. هي قريش اشتكت؟ ما هي قريش كانت كويسه وحلوين مع بعض وبيسهروا وبيسكروا والدنيا زي الفل، صح؟ لما بعث الرسول عمل بلبله؟ حتى لو عمل بلبله. انا عايز بص انا عايز احرر ديني لوجه الله واقول كلمتي لوجه الله. افترض النهارده حد رفع عليا قضيه وقال لك ايه ما يطلعش في الفضائيات، هسكت. خلاص انت حر. بس انا قلت لك القران في سوره الاسراء بيقول لك المعراج مستحيل.
وفي سورة الإسراء، يعني انتوا قريتوا ايه في القرآن عشان تيجي تحكي لي حكايات وخبط وقالوا وشاف الناس عريانين ومسلوخين عشان يبقى الإسلام كده؟ انت عايز تشوه الإسلام، انت عايز الإسلام ضرب وقتل وبقطح. يا راجل ده بيقول لك نشر الإسلام بالسيف، وإياك تقول لا. واحد راح يطلب من السعودية تشيل السيف، كان هيقطعوا رقبته. يعني قال لهم حلو قوي لا اله الا الله محمد رسول الله، ويمكن كلنا قلناها في نفسنا، ايه لازمه السيف اللي محطوط ده؟ ويمكن الملك بقى هيفقر، العلماء كلوه. ليه؟ سؤال ليه؟ انت ليه عايز تقول ان انا مجرم؟ انت ليه بتشوه صورتي؟ انا بطلع بره لما رحنا امريكا واوروبا مصيبه يا استاذ هاني، ما بتعرفش تتكلم معاهم. انتوا دمويين، انتوا مجرمين، انتوا كذا، انتوا كذا. انا مره حلقت دقني مش عارف اتكلم، ما بيقبلوش الدقن، خايف. انت مين؟ انا بسالك بقى سؤال لوجه الله، اوعى تجامل يا استاذ هاني، مين اللي وصل الاسلام لكده؟ احنا. ولذلك انا قلت في حلقه الاسلام وصل بلسان ابنائه الى هذا الحد، بلساننا احنا، لان احنا ما لناش ايد نضرب بيها. انا اضرب ليه؟ وقت ليه؟ انا مالي؟ طب ما هو اعداء الدين دايما يعني المشككين في الدين والمشككين في الآيات والمشككين في الأحاديث والمشككين حلو. في التراث الإسلامي، ما هم دول أكتر ناس بيصيبوا الدين في مقتل. لا بص، أرد عليهم بالقرآن، ما ردش عليهم بأحاديث دي تودينا في داهية. أمرت أن أقاتل الناس. بص قال لك إيه لما جه بقى يشرح الحديث؟ قال لك لا، أصل أنتم مش فاهمين الحديث. شوف، ما هو حضرتك بتقول أحاديث قد يتفق البعض معك فيها، حتى من علماء الحديث. حلو، قد يتفق البعض، حتى من علماء الحديث ممكن يقول لك فعلا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ممكن نتكلم فيه، جئتكم بالذبح ممكن نتكلم فيه، والكلام ده كتير اتكلم فيه. مش عايز غير كده. وعمره ما عايزين. هذه محتاجه الى تنقيح. هل نتحدث في اطار تنقيح حتى نصل الى طريق وسط؟ اذا كان مرحله اوافق. تمام، يعني خلينا نوصل لطريق. بس انا بقول لك ايه قدام ربنا، اذا كانت مرحله حتى لا يحسب عليك ان انت تنكر سنه النبي وتراثنا. يا عم مدينة النبي حتى لا يحسب عليك يا جماعه، بس بالراحه هتتفهم بهذا الشكل يا سيدي. النبي دكتور هدايه بينكر. استنى، خلينا طالما وصلنا لاتفاق نؤكد عليه ونعضد عليه اننا نحتاج الى تنقيح لهذا التراث. ده مطلب. دي نقطة التقاء. طيب هذه نقطة التقاء. طب في مرحلة التنقيح وفي رحلة التنقيح قد يكون الامر مختلف، يعني وقد تتسع دائره التنقيح. حلو قوي. وقد نصل الى وجهه نظر دكتور هدايه، ولكن دون وجهه نظر تصدير وجهه نظر مسبقه. خلينا ده اللي انا عايز اوصله لك. مسبقه بالنسبه لي انا، مش مسبقه بالنسبه لك انت، ما مش وصلت اليه. ده بقى بالنسبه لعوام الناس. انا بقول الراي. بص انا قلت لك اذا كانت الفكره دي مرحله فانا موافق ونبدا في التنقيح. بس هسال حضرتك سؤال. اتفضل. اذا وصل التنقيح ان مفيش، هتعمل ايه؟ هي هتبقى بلبله. تمام، بس يبقى في النهايه لجنه بقى، شكله لجنه ومش عارف ايه، يبقى ده كلام وده ودي دعوه. طيب برضو من ضمن الكلام اللي قاله دكتور هدايه، وهو يعد من القنابل الموقوته، ان الرسول لم يغزو غزوه واحده. لا لا لا، مفيش غزوات. لا لا، كلام فارغ، هاتها من القران. ويوم حنين اذ اعجبكم. ده احنا اللي معتدى علينا احنا. بص هل انا عايز بس احرر مصطلح. انا الرسول لم يغزو او يعتدي. ما انا هجيب لك انما في غزو او في يعني معارك. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني الرسول لم يعتدي. مش ممكن ده كلامك. ايوه، عشان اتحرف وقال ان انت قلت ان الرسول لم يغزو. يا عم اللي يحرف يحرف. بص يا استاذ هاني، انا بقول حاجه بلحق الامه. انا النهارده كنت ساكت، انا في مرضي الاخير. انت عارف انا قررت دوري. انا معاك ده دوري. انت عايز تقول ان المسلمين في عهد النبي وبقياده النبي لم يعتدوا نهائي ولم يبادروا نهائي بالاعتداء؟ احنا بنرد بدليل وقفه ربنا معانا بالملائكه. احنا بنرد اعتداء. اقرا القران. لما تقرا القران وتلاقي ربنا بينصرك بالملائكه، يبقى انت معتدي؟ وهو بيقول لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. يا جماعه انتوا عايزين تجننونا. دول عايزين يجننونا. يا راجل ده بيقول الحديث وعكسه في نفس الصفحه. ويقول لك ايه؟ هنوفق بين الحديثين. يعني هنا توضيح، بس ده توضيح، وهنا اعتبر ده رد على الكلام اللي اثير حواليك ان انت يا عم اللي انا بص انا لا 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 معلش، ده التوضيح عشان المشاهد، عشان الناس. تصدق بالله عشان المشاهدين فاهمين. اقسم بربي. خليني بس اقول. اقسم. انت عايز تقول ان النبي ما فهم من الغزوات ان النبي لم يعتدي. نهائي. اتحدى. طيب. يعتدي ليه وربنا قال له بلغ.
ما أنزل إليك، دي وظيفته. آه ليس عليك هداهم. لا وقال له إيه؟ معلش الآية بتروح من دماغي. أنا بتكلم في إيه؟ فيما معناه يعني عايز تقول فيما إيه؟ فيما معناه أنت مش أنت مش ليس عليهم بمسيطر؟ بلازم المعنى، لا في آية، في آية إنك لا تهدي من تحب من لا لا لا، ده في آية جامدة جدا بس هي راحت من بالي بس هجيبها يعني. ما معناه انت بتبلغ القران؟ طيب خليني معانا المستشار احمد عزت على التليفون. ماشي سياده المستشار اتفضل، اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المستشار احمد ندى، دكتور هداي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، وحشتني جدا جدا. يا رب يخليك، وحشني يا حبيبي والله. ربنا يخلي حضرتك. الله يعزك ويحفظك والف سلامه لحضرتك، وانا كنت بادئ حضرتك كتير جدا اثناء فتره المرض. يا رب يخليك يا حبيبي، والحمد لله شايف وشك جميل الحمد لله رب العالمين. الله يسترك يا رب، وربنا يديم عليك نعمه الصحه والامان والسلام. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك حضرتك. الله يبارك فيك. كنت هاخد من كلام حضرتك، ربنا يخلي معاليك، هاخد من كلام حضرتك بخصوص الاسراء والمعراج. حقيقه انا يعني انا من تلامذه حضرتك، فانا بحثت في حكايه الاسراء برضه. هل ممكن حضرتك زي ما حضرتك قلت لنا من لسان العرب ان الاسراء اللي هو الذهاب ليلا يعني لازم يكون في خوف، يعني الاسراء ان هو الواحد يمشي ليلا. فهل فبصيت يعني المشي لازم يكون في مشي على الارض. فحكايه البراق دي حاجه مش متقبله، مفيش براق اصلا، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ربنا قال يعني اذا المسجد الاقصى هنا ممكن يكون بيه مقصود بيه اللي هو مسجد الموجود في المدينه، لان الاقصى اللي هو نقطه، ده احد الاراء على فكره بس مش راي متقبل بيه. فسبحان الله، وهنا بياخد الاقصى من البعد المكاني صح، وده رأي. الى المسجد الاقصى لنريه من اياتنا. فاذا الايات هنا اللي هي موجوده في سوره التوبه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال ان لم تنصروه فقد نصره الله وايده بجنود لم تروها. بالظبط لم تروها، اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فهنا ممكن يكون الاسراء اللي هو الاسراء النبي صلى الله عليه وسلم من دار مكه لان هو اطرد منها وراح بيها، والاقصى اللي هنا اللي هو مسجد الاقصى ربنا سماه الاقصى لانه بعد كده هتبقى المدينه منوره وبقت ليها. بس في المقابل، في المقابل يا فندم برضه يعني، ما هو الذي يقدر على الاسراء من مكه الى المدينه قادر على الاسراء من مكه الى بيت المقدس. ما هو البيت المقدس القدره واحده. تاريخيا انا بصيت لقيت عمر بن الخطاب، ايوه يا فندم كلام حضرتك مظبوط، عمر بن الخطاب لما دخل يستلم مفاتيح بيت المقدس صلى في كنيسه القيامه، اذا ما كانش في مسجد ساعتها. يعني قال انا لولا ان انا اخشى. ده احد الاراء على فكره وراي محترم أو بس احد اراء، بس طيب خليني اقول برضه ان دي احد الاراء سياده المستشار. تهد الكنيسه، فبالتالي ده رأي المسجد الاقصى، مسجد الاقصى بني بعد دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده مجرد بحث يعني، انا تلميذ بحثه في ساحه علم معالي الدكتور محمد هداي. انا بشكرك سياده المستشار وبعتذر لك دي الوقت. صح ولا غلط؟ وانا خايف اكون بعمل بلبله برضه. طيب وصلت رساله، انا بشكرك واسمع لنا الاجابه. هنا انا عايز اقول نقطه مهمه بس، هنا احنا عايزين ندخل في حته برضه. لا انا عايز اوريك بقى فكره. انا بقى انا ما بناقش الاسراء لفين، طالما في القران الاسراء موجود. عقيدتي بتقول ايه؟ اسمعني بقى، ان الاسراء حدث بقوه الله تبارك وتعالى. ولذلك اقرا الايه، سبحان الذي اسرى بعبده. فالرسول هنا لا حول له ولا قوه. لو انت تقول لي اسري به، اسري به بقوه من؟ الله طبعا. حلو طبعا. لما تجيب لي البراق، ايهما اقوى؟ كن فيكون ولا البراق؟ كن فيكون. طب خلاص، طب لماذا لا يكون البراق؟ لا من كن فيكون. لا كان قالها لي. بص يا باشا، وسخر الليل والنهار. حلو. طب اللي سخر الليل والنهار قادر ان يسخر براق. ما هو ما قالش سخر البراق. هو ما قالش يا استاذ هاني. انتوا ليه بتدخلوا الحاجات في بعضها؟ ابو قرش على ابو قرشين ما تخلطش. هو بيقول ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، وما قالش كنه الاسراء، ما قالش ايه. صح، من المسجد الحرام طيب الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللي قاله سياده المستشار راي، وفي قدامه راي تاني ان هو المسجد الاقصى. انا ما بناقشش دول. طيب خليني برضو انا بقول اعترف بالاسراء كما ورد في القران. طيب انت برضو كل اللي انت بتحكيه يا دكتور هو عباره عن تفسير خاص بالدكتور هدايه او مدرسه العلميه اللي بينتمي لها دكتور هدايه.
في المقابل في علم للحديث، علم رجال، علم سند وما إلى ذلك، في أسس مبني عليها. هل أترك ذلك بالكلية؟ معلش ده يعني أنا ما سألت حضرتك السؤال. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ده احنا عندنا 10 كتب. طيب أنت بتقول مفيش شفاعة؟ أنت بتقول مفيش شفاعة سحر. إيه بس؟ مفيش سحر للنبي، خليني بس أقول عناوين. اتفضل. عشان أنا بدعوك لمناظرة في المقابل وجهات نظر بتثبت ذلك. أنا جاهز. مفيش سحر للنبي. طبعًا. النبي لم يقدم على الإنتحار. عذاب القبر ما اعرفش انت وجهه نظرك. مفيش كلام، مفيش عذاب قبر، مفيش كده. كل هذه الاشياء انا بدعوك لفتح باب المناظره ليها، وبدعو ايضا علماء من علماء الحديث وعلماء الدين لتجمعنا هذه الطاوله لمناظره بين وجهتي النظر، وتكون مناظره علميه وليست لنصره طرف على طرف اخر، حتى نصل الى طريق ثالث يمكن يجمع بين الطريقين. طيب استاذ محمد بالقاهره اتفضل. استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ايوه يا فندم. انت على الهوا اتفضل. ازيك يا دكتور هدايه؟ يا مرحبا. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. طب سلامة. الله يسلمك. احنا بس ممكن نوطي التلفزيون ونسمع بعض من خلال التليفون، ويا ريت ندخل في الموضوع على طول يا استاذ محمد اتفضل. دكتور محمد، احنا من الناس اللي بنحترم حضرتك جدا جدا جدا، لانك انت قيمه وقامه في الدين الاسلامي بتاعنا. انا راجل كنت في القوات المسلحه، وبقدر الناس العلماء اللي زي حضرتك، وكانوا يجوا يمروا علينا، وكانوا يجوا ينصحونا لوجه الله ويرشدونا لوجه الله، وكان ربنا بعت لنا ناس من ظاهرتك الحلوه كده نقعد نسمعها، علمونا فعلا معنى الدين بتاعنا. احنا اتعلمناه داخل القوات المسلحه، كان بيجي لنا ناس من عندكم يشرحوا لنا ويكلمونا، فعلا كنا بنقعد نفصل ما بينهم ونعرف الصح والغلط فين. اللهم الحمد بالقران اللي انت بتتكلم عليه، ان اسف ان حضرتك بتتكلم عليه مش انت، انا لازم اقول حضرتك. لا انا تحت امرك. بالقران اللي حضرتك بتتكلم عليه، لان هو ده الدستور بتاعنا احنا. الله ينور عليك، ربنا يكتر من امثالك ويزيد من امثالك ويديك على قد نيتك. امين. طب استاذ محمد، انت مع الدكتور محمد. القوات المسلحه. انت مع الدكتور محمد في وجهه نظره يعني. متشكرين. طيب. متشكرين. بشكرك، شكرا استاذ محمد من القاهره كان معنا عبر الهاتف. هنا بنفتح باب تاني وباب تاني لمناظره تانيه ولحوار فكري وحوار مجتمعي. وانا مش ضد طرح هذه الافكار بالمناسبه، لان لابد من التمحيص، لابد. انا 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 ديني واثق فيه. واثق في عقيدتي. ما خافش من اي سؤال ممكن اتساله. طبعا. ما خافش من اي فريه ممكن تفترى وارد عليها. طبعا. هذا يعني ما اؤمن به انا تماما. وأنا كعقيده وكمهنه كاعلام. صح. هنا باب مدرسه العقل والنقل. انت فين من دول يا دكتور محمد؟ انا مع النص القراني بمدرسه لسان القران قبل لسان العرب. انا بحيي طبعا ابن منظور رحمه الله عليه. انا يعني بدعي له كل فجر. انا عندي كده يعني كل فجر في بدعي لناس معينه، منهم ابن منظور. تمام. الراجل ده عمل ايه؟ عمل لسان العرب اللي انتم بتقولوا عليه اللغه العربيه. الراجل عمل زي القران. كلمه لغه على فكره مش هتلاقيها هنا خالص. مفيش كلمه لغه دي هنا، مفيش. فالراجل عمل لسان العرب. انا بدعو تلاميذي والناس اللي بتحبني وكده ان احنا نعمل بقى لسان القران. مش لسان العرب، يعني لسان العرب هو الراجل اشتغل على لسان العرب قبل القرآن، وراح مدخل شوية آيات. اشتغل كويس يعني ابن منظور، أنا ما بزمش فيه، بس احنا عايزين لسان القرآن. الكلمة القرآنية يا أستاذ هاني ما اتمحصتش زي ما أنت قلت. يعني حتى شوف أنت عرضت الآية، أنا واثق إن في ناس كأنها بتسمعها لأول مرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بإيه؟ 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 مفيش بده. معيار ومفهوم الوسطيه القران ما هو. فانا مدرستي كده، انا القران. المشكله اللي احنا بتتعرض علينا بفتح القران بلاقيها. طيب اخد محمد بن الفيوم اتفضل. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم اتفضل. لو سمحت حضرتك، انا ليه اتابع على حضرتك القران ازاي تجيب الدكتور محمد ازاي وما تجيبش الدكتور استاذ حبيب من الازهر يرد عليه. طيب يا فندم احنا دعونا لمناظره في الحلقات القادمه. تمام يا استاذ محمد. طيب شكرا يا استاذ محمد، ان شاء الله في الحلقات القادمه هتلاقي استاذ حديث موجود معانا على هذه المنصه. طيب مدرسه العقل والنقل مره ثانيه. هناك من يرى بالكليه مدرسه العقل واعمال العقل
وان النص ده لازم امشيه على العقل. ما هو النقل ايه؟ نقل ايه؟ تمام؟ نقل ان كان بقى كان قران او كان لا قران ما فيهوش نقل. ما عندكش الكلام ده. لا قران اهو في نقل. ما انا سالت حضرتك سؤال في مطلع الحلقه، لو انا قلت لك ايه هتقول لي سندك؟ طب هو النص القراني ممكن ان يتعارض مع العقل؟ لا يمكن. تمام. لا يمكن. يبقى ده رد على المشككين برضو. هما بيشككوا في ايه؟ ما انا ما اعرفش هما بيقولوا ايه، يعني هما بيقولوا ايه على دي؟ يعني انا النهارده مدرستي مدرسه القران او لسان القران اللي يشرح الموقف اللي انت بتستخدم فيه الايه. طيب خليني يعني البي رغبه المشاهدين فورا دلوقتي، ومعانا على الهاتف الدكتور محمد شحاته الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وصحة السلام. دكتور محمد، دكتور محمد هدايه بيطرح عده تساؤلات في عده نقاط حيويه، وبيتكلم وبيقول ان القران لم يذكر المعراج، الاسراء مثبته بالقران ولكن المعراج غير مثبت بالقران، فما راي فضيلتك في هذا الامر؟ بسم الله. هو طبعا الكلام ده كلام يعني جديد للعبارات او لاناس يعني ينكرون المعراج، ورد في صوت يعني لو تحقق دكتور وقرأ الكثير وأيضا على مسيرة رحلة. أستاذن بس، أستاذن فضيلتك في مكان يكون الشبكة أفضل. هذه الرحلة كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى وده فيها. لا دكتور محمد لو سمعني. يعني هنقفل ونرد حضرتك تاني بس عشان الواضح المكان اللي حضرتك فيه الشبكة غير قوية. هنطلب الدكتور محمد شحاته الجندي مرة تانية. الحين عودة الاتصال في جزئية الإسراء والمعراج قولا واحدا، إسراء لا معراج بنص الآية. أي الآية 93 من سورة الإسراء، هم طلبوا المعراج واترفض وقال له رد عليهم قول لهم أنا بشر رسول ما اطلعش سماوات أن ترقى في السماء. فكرة طلبت على فكرة يعني أهي هو أنا جايب ده من عندي طبعه، ما هو افتحوا سورة الإسراء الآية 93، خلي الدكتور محمد يرد علينا في الآية دي بعد إذنك. طيب هنكلمه في الآية دي، الآية 93 من سورة الإسراء هنتكلم فيها مع دكتور شحاته الجندي حالا، بس المكان يبقى فيه شبكة أفضل علشان نعرف نجاوب. بتقول النبي لم يسحر؟ طبعا. والنبي لم يقدم على الانتحار؟ استحالة. ولا يوجد شفاعة؟ طبعا. لا يوجد عذاب قبر؟ لا. طيب لا يوجد صراط مستقيم؟ يعني ايه صراط مستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في الدنيا. اما الحديث اللي قال بقى صراط وعلامتني جهنم. صراط احد من السيف وارفع من الشعره وما الى ذلك. يمر بها المؤمن ولا يمر بها. في ايه توقع الباب ده كله. الا وهي؟ قل لا اعلم الغيب. ولا كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني طيب. الرسول يتقال له قل لهم أنا لا أعلم الغيب وبعدين يجي يكلمنا في غيب؟ أنا راضي أنت، أنا راضي أنا راضي ذمتك. طيب ما هو يعني وما ينطق عن الهوى. يا باشا أنا بسألك على حتة قال له قول أنا بما ينطق عن الهوى لا أعلم الغيب. بما ينطق عن الهوى. يقول لي كلام هو بره ما ينطق عن الهوى عن الغيب؟ بسأل حضرتك. طيب. متفجرات كتير احنا النهارده يا دكتور فجرناها في الطريق. والله لا اقصد الا ان يفهم الاسلام على صحيح دينه. اسلام محمد بن عبد الله لا فيه قتل ولا فيه شنق ولا فيه ذبح ولا فيه رجم ولا فيه تاليف ولا فيه كده، في كتاب واضح الرسول بلغه وما يقدرش يتكلم معاه. دي عايزه حلقه كامله. انت على ذكر الرجم برضه، ما دي من ضمن الحاجات المختلف عليها. مختلف عليها فين الرجم؟ لا يوجد حد زنا او الرجم ليس حد زنا؟ لا لا حد الزنا الجلد. حد الزنا الجلد. مفيش هنا فرق بين ال 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 المتزوج او غير متزوج؟ هو هنا فرق؟ هو هنا فرق؟ اقول لي او لا، اذا قلت لي لا طب انت بتفرق ليه؟ إذا قلت لي وريهاني عشان أنا ما بفهمش. أنا فاهم إن هو ما فرقش. بص لا يمكن مسلم هيموت على غير الكتاب ده وهيلقى الله على الجنة. طيب ما هو هنا برضو من يؤمن بالحديث يؤمن بهذا الكتاب. يا عم أنا مالي بيه بقى. أنا يا عم حلال عليهم.
والله حلال عليهم والف مبروك وربنا يوفقهم. طب ما هو هنا ممكن يقول لك انا معايا خير زياده مش معاك. خير انا معايا القران. فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون؟ واسالهم السؤال الثاني، يعني انتوا بتتكلموا في ده، ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ انا عارف طبعا ان هم عندهم 17 مش كتاب، يعني انت بتتكلم في كتاب، هم عندهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خلينا افتح الكتب دي قسما بالله. اما كده هيقول الدكتور محمد هدايه قراني، ده شرف. لا نسبه الى ما يسمى بالقرانيين ده شرف. ده شرف. انا قراني، طبعا قراني. امال انا ايه؟ انا قراني رباني مسلم. ما عندناش احنا محمدي بقى، ما فيش كده. انا بقول لك انا قراني. امال انا ايه؟ هتقول لي بتصلي ازاي؟ بصلي بالتواتر الذي وصل عن رسول الله، بدليل ان الاحاديث اللي انتوا حاطينها على ظهركم ما فيهاش حديث واحد يقول ان الدور 4 ركعات. فانا صليت زي ابويا، ما خد من ابويا. طب انا ممكن ازود في الخير واصلي الظهر 5 واقول دي بزياده بقى. طب اسالهم ينفع؟ عايز استكثر من الخير. اسالهم ينفع؟ هم لا هيقولوا ما ينفعش. يبقى بص، طب يبقى انت شايف انه ينفع؟ لا يمكن. على اي اساس قلت لا يمكن؟ على تواتر ما ورد عن رسول الله تواترا. ما هو ده سنه يا باشا، دي مش سنه يا جماعه. والله العظيم حضراتكم مش فاهمين كلمه سنه. السنه لله، الرسول بيطبق السنه، يطبق السنه. فما ياتيه تطبيق، واللي يعمله من عنده زياده نافله، والقران اللي قال له هنا. تعال نحرر المصطلح. ماشي، نحرر المصطلح. الناس بتصلي ظهر وبعد كده بتصلي ركعتين سنه. عايز تقول كلمه سنه هنا كمصطلح غلط، نشيلها ونحط نافله. هنا الكلمه المصطلح. بص القران قال له ايه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى اللي انت بتعمله زياده ما تكلفش بيه غيرك. يعني انت مع هذه النافله ان ممكن حد يصلي الظهر 4 ركعات وبعدين يصلي مثلا ركعتين؟ لا، قبل ركعتين الظهر النافله فيه جاءت على 3 محاور. 2 قبل و2 بعد. 4 قبل و2 بعد. 4 قبل و4 بعد. وانا باخد الثلاثه. الحديث ده حديث ما يترفضش، لانه الرسول ما قالوش ده، هم حكوا عنه انه كان بيعمل كده. يعني انت هو مش منكر بالكليه. انا يعني ممكن انه يتكلم مع القران. ما هو انتوا مش فاهميني. افترض السيده عائشه في حديث اللي انتوا بتحبوه وانا بحبه، قالت كان قران يمشي بين اخده. ليه؟ مين اللي متكلم؟ السيده عائشه بتتكلم عن النبي. بس الرسول ما اتكلمش. ما هو انا قضيتي هل يتكلم مع القران؟ هو ده اللي عايز حلقه. انت جوهر الحديث عندك او جوهر الكلام عندك او النقطه المفصليه هو لا تعارض مع القران لايا كان قائله. لا، انا النقطه الاساسيه ارجو قبل ما اموت اقولها، الرسول لا يتكلم مع القران. ابراهيم لا يتكلم مع كتابه، موسى لا يتكلم مع التوراه، عيسى لا يتكلم مع الانجيل. افهموني النهارده انا وظيفتي ايه؟ لما يقول له وما على الرسول الا البلاغ المبين، في بلاغ ابين من القران؟ طبعا لا، محدش هينكر ده معاك خالص. حلو. انا لما انزل اكلم، انا عندي يا استاذ هاني 6236 ايه في 23 سنه. ازاي قال الكلام ده معاهم؟ امتى؟ يا راجل ده البخاري بيقول لك جمعت 10 مليون حديث. طيب خليني اقول لحضرتك، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حياه يوميه. الحياه دي واقوال. ايوه. وقال وممكن يكون قال كذا وكذا وكذا وكذا. ولا تلزمني. لا سؤال قبل ما تجاوب. هل كل هذا يمكن ان يكون دين؟ خليني بس الدكتور محمد شحات رجع عشان نتكلم في الجزئيه دي. مره ثانيه برحب بالدكتور محمد شحات الجندي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالدكتور. ايوه احنا كده سامعين حضرتك كويس، كانت الشبكه غير واضحه. اعيد سؤالي لحضرتك حول اثبات المعراج من عدمه. دكتور محمد هدايه بيتكلم في جزئيه لا يوجد معراج، كذلك دكتور محمد بيتكلم عن مدرسه الحديث وبيقول انه لا يوجد شفاعه ولا يوجد عذاب قبر ولا يوجد صراط مستقيم كمان ولا يوجد سحر النبي وما الى ذلك. فعايز كده اجمالا رد من حضرتك لحين ما نعمل لقاءات قادمه ان شاء الله بوجود فضيلتك معانا. اولا يا دكتور محمد، خلينا نحتكم، انت حضرتك لك موقف بالنسبه للسنه المطهره وناهيك بقى عن الاجماع، لكن على اي الاحوال نحتكم الى، حتى لو احتكمنا الى ما تحتكم اليه هو القران الكريم،
سنجد ان هناك ردا على كلام حضرتك في منتهى البساطه. يعني عشان لكي تكلمني او عشان تكلمني عن المعراج وتقول لي والله لا ده ما حصلش، طب ما انت عندك سوره النجم ماذا، وهذا كلام المفسرين، والمفسرون اعلى كعبا منا وادرى بسبب نزول الايات واكثرهم معرفه ايضا بالسيره النبويه. بعد اذنك يا استاذنا، استاذنا بعد اذنك، عرفوا سبب نزول الايات منين؟ انا دلوقتي انا مكملش كلامي عشان طب سيبوا كلام يا دكتور، ماشي نتكلم بس طبعا. نتكلم كلام معقول يعني، خد الكلام على اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور محمد اتفضل. انت ماذا تفعل في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى؟ ها هو اوحى الى عبده ما اوحى في المعراج بس مارون على ما يرى؟ هو ما اوحاش اليه في المعراج بشيء. طب فدنا فتدلى يا باشا، دي مواقف اخرى في الرساله لا علاقه لها بالمعراج. بعد طيب. اذنك يا استاذنا الايه 93 بعد اذنك. طب نكمل بس مع دكتور محمد اتفضل. ماذا تعني كلمه سدره المنتهى؟ ايه مواقف اخرى؟ ايه بالذات المواقف اهو. انا ممكن في حلقه ثانيه يا استاذنا ارد على حضرتك في الكلام ده وحضرتك تكون معايا، بس انا طالب من حضرتك دلوقتي تفسير الايه 93 من سوره الاسراء بعد اذن حضرتك. قولها لنا يا دكتور محمد معلش. الايه 93 من سوره الاسراء نقولها معلش، نقولها يا دكتور. خد شوف الايات والقران الكريم مفسر بعضه بعضا، لا يجوز اطلاقا ان انا اخذ ايه من ايات القران الكريم واقطعها عن سائر الايات التي تتكلم عن نفس الموضوع. انت حضرتك ما تجيش برضه انت كلامك كده، لو تقول لي 93 بس يبقى اقول لك ما في القران الكريم ورد فويل للمصلين ونقف عند ده. لا لا ما بقولش كده يا استاذنا، بقول لك فسرها في سياق الايات. انت بتتهمني بحاجه انا ما قلتهاش. طب نقولها الايه طيب بعد اذنك. انت كلامك مش ضروري تقول يا استاذ يا دكتور محمد. الرقي في السماء طلب من الكفار واترفض من الله. طيب. كلامك ده كلامك انت، كلامك. طب ناخد رؤيه اجمالا، ناخد رؤيه اجمالا يا دكتور محمد. وده منهج علمي في التفسير، وايضا يؤدي الى انك انت بتقطع اوصال القران الكريم. يا دكتور اقطع اوصال ايه؟ او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. ربنا قال له قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، والبشر الرسول ما يطلعش السماء. ده المعنى، ده المفهوم في الايه. انتوا هتأولوا القرآن على 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 مزاجكم، ده موضوع تاني. انا لا بقطع اواصل ولا بعمل، تعالى حضرتك فسرها زي ما انت عايز. اسمعني بس ما بسمعكش يا دكتور. نسمع بس اسمع حضرتك عايز تلف وتدور علشان تبين لي ان انا بقطع اوصال القرآن. طب وانا نسمع. انا بقول لحضرتك ما معنى قول الله ردا على طلبهم ان يرقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ حضرتك رد علي عشان انا حمار. طب نسمع بقى، نسمع منه الاجابه بس ما بلاش المغالبه يا دكتور، انتوا ضيعتوا الدنيا. لا دكتور بلاش اتهامات، بلاش اتهامات بس يا دكتور. ما بلاش ايه بس، لما يقول لك انت بتقطع اوصال بقول لك فسر لي دي في سياق الايه. نسمع بس منه الاجابه. فسر لي دي يا دكتور محمد في سياق سوره الاسراء كلها. طيب خلاص نسمع الاجابه اتفضل يا دكتور. لما تم بامر الله سبحانه وتعالى، اما بالقدرات البشريه للرسول عليه الصلاه والسلام كبشر لا يرقى، لكن لانه خضع لقوله كن فيكون، والله سبحانه وتعالى هو الذي امده بهذه المعجزه الكبيره، فبالتالي امكن له ان بعد ما ربنا قال قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا خده طلعه. يا ما ربنا بيضحك علينا. ما هو في هنا ثم دنا فتدلى يا عم، ده موضوع تاني. ما انا عايز الدكتور محمد يشرفنا ليه؟ ده موضوع. لا لما نتفتح هقول لك انا بقى سوره النجم كلها، وهقول لك الايه دي، وهجيب لك الاحاديث المتناقضه. نسمع بس عشان احنا خدنا وقتنا. انا اسف دكتور محمد والله سامحني، بس انا والله نديله بس فرصته. لا ابتغي الا وجه الله. طب نديله فرصته بس في الرد. اتفضل يا دكتور محمد. ده مغالطه، هذا كلام مغالطه من الدكتور محمد هدايه، ومعلش انا عايزه يهدى بس كده ويتكلم كلام منهجي. إيه كلام علمي، كلام يستند الى ادله، وهذه الادله تتكامل مع بعضها البعض، ولا ياخذ الامور كجزر منعزله. هي دي مشكله، مشكلته انه واخد حاجه معينه ويقول لي ولن ترى رقيك في السماء. طيب ايوه، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فعلا بامره وباذنه هو الذي نظم هذه الرحله، وهو الذي امكن. قالها فين بقى الرحله يا استاذنا؟ لا اله الا الله، رحله المعراج من بعد ان اصطفى مع الانبياء وصلى بهم اماما. يا استاذنا ده رؤيه في حديث، ده حديث طلع الرسول كان بيحلم.
ما انا عايز اقول لك، عايز افرد لك بقى نتكلم، ما ينفعش كده. لا لازم لازم دكتور حمد يبقى معانا. يعني صلاه النبي بالانبياء ده حلم، رؤيا الرسول شافها بيحكيها لهم حتى في الحديث. ينفع 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 اعملها دين؟ طب ثانيه واحده يا دكتور، يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك اسمعني. هو الدكتور محمد هدايه هنا بيقول ان لا يوجد نص في القران يؤدي بي الى المعراج، فاحنا عايزين رد على هذا. بل عندي نص ينهي. لا انا بقول له هذا النص وارد بصوره واضحه وصريحه في في سوره النجم. ما سماهاش المعراج ليه؟ وفي سوره يعني ربنا غاوي دخلنا في مشاكل يعني المضمون. يعني ليه ما سماهاش المعراج او العروج؟ ايه معنى؟ لا يا اخي انت انت طيب دكتور محمد، دكتور محمد، دكتور محمد، انا استاذن حضرتك، ممكن بعد بكره تشرفنا يا فندم هنا على الهواء؟ بعد طيب بس نشوف بس حاجه الظروف. خلاص هخلي الاعداد يكلم حضرتك حالا دلوقتي ويرتب مع حضرتك، وانا مبدئيا بشكرك وفي انتظارك باذن الله يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. تحياتي للدكتور محمد شحاته الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه. معانا مين تاني يا شباب؟ طيب يا دكتور، ما هو هنا برضو القران مكمل لبعضه. حلو. سدره المنتهى، دنا فتدلى، كلها مرادفات، مقصود بها مين؟ اه بص بص، يوم الاربعاء مش انت هتفتح الموضوع ان شاء الله؟ تسمح لي يوم الاربعاء افسر لك سوره النجم تمام مع الاحاديث بتاعه المعراج تمام. ليه؟ النهارده الدكتور محمد بيقول ايه؟ بيقول لي انت بتقطع اوصال القران وبتنكر السنه. تاني تنكر السنه، انا راجل بصلي واصوم وحج، انا ما عملتش دول بالسنه، انا عملت دول بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده احسن حديث في البخاري ومسلم اللي هو حديث الحج، وانت شاهد على اللي هقوله دلوقتي، وهسالك سؤال هساله لك امام الله. الحديث ده احسن حديث في الكتاب كله، ان الرسول بدا الحج يوم 8 راح ايه منى. انتوا المصريين بيروحوا يوم 8 منى؟ الشركات بتقول ايه؟ المصريين ما بيروحوش يوم 8 منى، احنا بنطلع على عرفه على طول. يبقى انت بتعمل زي السنه؟ ما هي دي السنه. انا بسال الدكتور الدكتور محمد تاني، بساله لوجه الله، ايه بقى حكايه ما بنروحش منى دي؟ مين اللي قال ما بنروحش منى؟ كل الناس بتبث المصري لا يوم 8 انتوا بتمادوا في منى التلات ايام اللي بعد عرفه. انتوا بتطلعوا من مكه، انت حجيت، بتطلعوا من مكه على عرفه، على عرفه مفيش منى قبليها، منى بعد عرفه تاني يوم. ايوه احنا بقى كل بقى السنيين اللي بيقول لك منكرين السنه، كل الناس اللي متبعين تواتر النبي بنروح يوم 8 منى، لان هو عمل كده. وده حديث في البخاري، وده احسن حديث. ليه؟ لانه واحد حكيه ان الرسول قال وخطب الخطبه بتاعت اللي هي فيها ايه؟ تركت فيكم ما انت مسكتم به. وهجيبها لك، اصل انا هجيب لك الكتاب ليه؟ هنقعد، انا ما بحبش الجدال اللي هو ايه؟ لمجرد الجدال، بحب واقسم بربي لو الدكتور محمد او اي حد قال كلام مقنع لاتراجع عن رايي في الحال. يعني انت عندك استعداد يوم ما يتم اثبات نقطه خلافيه معينه ان انت تتراجع عن وجهه نظر؟ اذا اقتنعت طبعا، اذا اقتنعت بيه طبعا. طيب ده في حد ذاته شيء بس كويس، بس خد بالك من اساسيات الحوار، ما تقوليش الايه 93 اصل انت مقتطعها وبتقطع اوصال القران، لن اسمح بهذا الكلام. تمام. طيب نتوجه ببعض الاسئله لفضيله الدكتور عبد الله رشدي، امام وخطيب الاوقاف وامام وخطيب مسجد السيده نفيسه ومن علماء الازهر الشريف. دكتور عبد الله مساء الخير واهلا بيك معانا. اهلا وسهلا، مساء النور. حديثنا كده في بعض المتفجرات القاها الدكتور هدايه، وعايزين كده من حضرتك يعني نوع من تجاذب اطراف الحديث حيث وجهه النظر الاخرى. دكتور محمد هدايه بيتكلم عن الحديث وان الحديث مدرسه لابد اعاده النظر فيها واعاده تنقيح التراث من بعض الاحاديث غير الصحيحه وغير المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقديرك في هذا الامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضرتك طيب، وتحياتي لفضيله الدكتور محمد هدايه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلقتها الأمة بالجملة وبينوا ما فيها ووضعوا القواعد التي تبين الصحيح من الضعيف، وتم هذا الأمر منذ زمن وتوافق المسلمون عليه، وصار معروفا الفرق بين الصحيح والضعيف، فلم يعد هناك مجال للتكلم في هذه القضية مرة أخرى. في قواعد موجودة وفي شروط للحديث الصحيح، وفي شروط، هذه الشروط إذا توافرت صح
صار الحديث مقبولا، إذا لم تتوافر صار الحديث مردودا. هذا الكلام بينه الأئمة وفصلوه من مئات السنين، واستقرت الأمة عليه وقبلت، وما ترك الأئمة النقاد ولا الصيارفة الجهابذة ساقطة ولا لاقطة ولا شاردة ولا واردة في هذا الباب إلا وبحثوها. فأنا ما عنديش حاجة جديدة أجبها، أن غاية ما هنالك إن أنا بشوف الأحاديث، فلما أنه اتفق على صحتها وتلقتها أجيال الأمة بالقبول، أنا بتلقى اللي فيها بالقبول. طيب من شروط الحديث الصحيح خليني أنه لا يعارض القرآن الكريم. طب خليني أقول لحضرتك سؤال مباشر دكتور عبد الله، يعني معلش، يعني الدكتور محمد هداية بينكر أن النبي سحر، دكتور محمد هداية بينكر الشفاعة للنبي، بينكر عذاب القبر، بينكر الصراط. لا خلينا نمشي نقطة نقطة بس. رأي حضرتك يا دكتور عبد الله في حديث سحر الرسول؟ أنا ماليش دعوة بسحر الرسول، أنا دعوة بالقرآن. القرآن الكريم قال عن سيدنا موسى أنه سحر، صح ولا لأ؟ سحر؟ الله، مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده في سورة طه؟ قال خيل إليه. طيب خيل إليه بسبب إيه يا دكتور؟ لا إله إلا الله، يعني أنت عايز تقول إن موسى سحر؟ ده خيل إليه عشان ربنا يوريله الآية. دكتور محمد، دكتور محمد أرجوك. طب أنت لما طب هات لي سحر الرسول من القرآن. فين بقى سحر الرسول؟ حضرتك سؤال، لا معلش ما تقلنيش لدي، احنا جينا لموسى. انا بسألك سؤال، القرآن الكريم قال ان موسى يخيل اليه ايه بسبب ايه يا فندم؟ بسحرهم. ماشي الله يفتح عليك، بس خلاص وقف. لا مش بس خلاص، استنى بس، ايه الاستشهاد من هنا عند محمد يا دكتور محمد؟ يعني ايه العلاقه بين سحر موسى وسحر النبي يا دكتور عبد الله؟ بسألك سؤال اهو دكتور محمد، انا هقول لك اهو، العلاقة أن ما يجوز على نبي يجوز على بقية. لا يا أستاذ، دي مش قاعدة خالص، دي ليست بقاعدة. لا يا فندم، لا ده تأليف وتلحين، ده بعد إذنك. ما وجه الفرق؟ طب يا دكتور عبد الله، كلمني يعني حديث سحر الرسول يا دكتور. لا لا لا، لحظة دكتور محمد، إذا كنت تنكر الحديث بتنكر إيه الداعي لإنكاره؟ إيه الغريب اللي فيه؟ أقول لك الغريب اللي فيه إن في ثلاث روايات لا ده في ثلاث روايات متناقضة. لا ما فيش حاجة متناقضة. تاريخ تحديث سحر الرسول، مرة قال ذهب الرسول لاستخراج السحر، مرة تانية أرسل عليا لاستخراج السحر، مرة تالتة قال لن أستخرج السحر. اقرأ يا دكتور. لا يا فندم، لا مش لا يا فندم، لا اقرأ البخاري. إيه تعالى هنا يوم الأربعاء وأنا أجيب لك البخاري يا فندم. أنا بقول لحضرتك أهو ثلاث روايات طيب ورا بعض. طب نخلي دكتور عبد الله يكمل. تناقض الروايات، أنا طب. بس سؤالي محدد، إيه تناقض الروايات؟ إزاي مالكش دعوة؟ يعني هو عمل إيه فيهم؟ يا فندم رد، الله يخليك، إذا كان موسى سحر فما يجوز على موسى يجوز على لا يا لا لا، دي ليست قاعدة يا أستاذ. طب سؤالي في الحتة دي يا دكتور عبد الله، فين التناقض يا دكتور عبد الله؟ التناقض في كلام حضرتك واضح والله. طب اسمع بس الآخر يا دكتور عبد الله، الفكرة في سحر موسى أنه سحر تخيل، سحر نظر، ما تم للنبي وما يعني قالوه في حقه، تم قيله في حق النبي. طب ما هو برضه اللي حصل لسيدنا النبي كان سحر تخيل، لا كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعل. ده تخيل، ده فرق يعني. لا ده فرق كبير، ده فرق كبير، ده حاجه في العقل، اصابه عقليه. الله، فين الحاجه في العقل؟ هو قال لك ان عقله، ان انا عملت الحاجه، هات الشيء ولا ولا يا دكتور عبد الله. يا فندم لما واحد يكون يا دكتور عبد الله، بعد اذنك بعد اذن حضرتك نسمع بعض. طيب نسمع بعض عليا لو سمحت. انا عايز اسالك سؤال عشان ما نتعبش مع نفسي. انت بتقول ان هو سيطر على عقله، الروايه بتقول لك ان عقله حصل فيه حاجه، ما بتقولش كده. بتقول اذا إيه؟ لو سمحت لا تتزيد على نص الروايه يا بزبط. طب الروايه بتقول ايه حضرتك؟ قول لي. الروايه بتقول انه كان يخيل اليه انه ياتي الشيء ولا يفعله. حلو. كان بتخيل بس مش اكتر. تخيل اللي حصل يا دكتور عبد الله بعد اذنك. طب خلص كلامي. طب سيبه خلص كلامه دكتور. زي اللي حصل لموسى. موسى حصل له ايه؟ تخيل. فالذي حدث لمحمد هو نفسه، ما هو نفسه الذي حدث لموسى. لا لا لا، وجه التفرقة بين المتماثلين خلل، ما ينفعش افرق بين حاجتين. لا لا لا، دول مش متماثلين يا دكتور عبد الله، بدون داعي. دكتور عبد الله انا بسال حضرتك، مع احترامي لحضرتك. طيب انا لو خدت اسمحوا لي بس بمداخله. دكتور محمد لو سمحت، اتفضل يا دكتور عبد الله، بس عندي مداخله. تفضلك الله. اتفضل. هل عند سيادتك في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اصابه خلل في عقله؟ طبعا الحديث بيقول كده، كلنا هنرده. ما فيش حديث بيقول كده يا فندم. لا يا استاذ بيقول طيب كده. طيب سؤال أنا. سؤال لا ما قالش. سؤال يا دكتور عبد الله، سؤال اتفضل. اذا اقرينا ونحن نقر بذلك وندين الى الله بذلك بان موسى سحرت عينيه، ولكن المقصود بسحر النبي انه يعني بلغتنا البلديه كده الشعبيه اتعمل له عمل، اصبح هناك تاثير للجن على النبي. استاذ هذا ما فهمناه.
استاذ هاني يعني ايه اتعمل له عمل بالبلد؟ يعني الحديث بيقول كده. طب نوع السحر ده كان ايه؟ تخيل مش اكتر من كده. طب والكلام على اللي بيجي من القصب ايه؟ طيب. الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام اللي انا بقوله ده اولا هو نص الروايه، ثانيا ده اللي قاله شراح الحديث ابن حجر قايلين كده. هو مين اللي عمل العمل؟ مين اللي خلاه يعمل كده؟ مين اللي خلاه يتخيل؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل الشيء، مش لبيد بن الاعصم ولا حد تاني؟ والله يا فندم اللي عمل كده هو السحر، والسحر يجري على الانبياء وبتخيل دون ان يقرب الوحي، لانهم يعني امال دور لبيد بن الاعصم في الحديث ايه؟ ماله لبيد بن الاعصم عمل ايه؟ جاب مشاطه وعمل له عليها سحر، ايه المشكله؟ المشكله انت بتتناقض مع نفسك اهو. ليه؟ اتناقض مع نفسك. السحر اللي عمل كده مش لبيد. الله. لا اله الا الله. هو لبيد هو اللي عمل السحر؟ لا بيقول لك السحر سؤال. اللي عمل كده. طب ما هو في القران نفس القصه، يخيل اليه من سحره. يا سيدي موضوع موسى اتخيل له زي شغل الحاوي، موضوع محمد بن عبد الله اتعمل له عمل. طيب خليني اللي حصل لسيدنا محمد، مفيش بينهم فرق بقى. طيب ادخل اخرج من الحته الفرعيه دي يا دكتور عبد الله. الدكتور محمد هدايه بيتكلم عن الاحاديث وعن السنه، بيقول ان السنه ما هي الا تواتر. ما هي الا تواتر؟ يعني مش فاهم ما هي الا تواتر. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور عبد الله، استنى استنى بعد اذنك. اتفضل. ايه راي حضرتك في حديث ان الرسول تزوج وهو محرم؟ يا فندم ده عقد يا فندم، العقد وليس الدخول. عقد عقد فقط. الحديث بيقول تزوج وهو محرم. تزوج يا فندم قد يكون الزواج يعني عقد زي ما بيقول دكتور عبد الله. ممنوع عليه. مش انتوا اللي قلتوا في حديث تاني لا زواج ولا رفص ولا فسوق في نفس الكتاب؟ يعني الرسول ينهاني ده هو القران انا وانا محرم؟ لا يا فندم ده القران نفسه بيقول كده. طيب يا سيدي ما انا بقول لك ده، لا انا دلوقتي بناقش حديث عن الوطأة. النهي في القران بص احنا بص عشان نحل الحديث قال لك ايه ده عقد. طب ليه ما قالكش عقد وهو محرم؟ طيب ايوه طيب خليني يا دكتور عبد الله، ايه راي حضرتك في الحديث ايما رجل وامراه تعارفا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال إن أراد أن يتزايد تزايد وإن أراد أن يتركت ترك، إيه رأي حضرتك؟ لا مش فاهم يعني عايز تقول إيه برضه هذا الحديث ده؟ مش أنا اللي بقول، ده البخاري اللي بيقول لو راجل قابل ست يعاشرها ثلاث أيام أو يزود وبعدين يسيبها ويمشي يقول لها ما عجبتنيش. والله الكلام ده كان حضرتك في زمن إباحة المتعة ولا بعد إباحة المتعة؟ بص 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 مش نبص ما كان في زواج متعة طيب زمان والرسول نهى عنه. الرسول نهى عنه في بعد فترة. طيب يا دكتور عبد الله دوت كان قبل النهي ولا بعد النهي؟ أصل هو الموضوع مش هينتهي في مداخلة مع الدكتور عبد الله يا دكتور محمد ولا في لقاء مع الدكتور هداية، احنا محتاجين سلسلة حلقات وسلسلة مناظرات. هذا الحديث كان قبل النهي عن تحريم المتعة. طيب يا دكتور عبد الله يعني ايه قبل النهي عن تحريم المتعه؟ ومين قال كده؟ الحديث موجود في الكتاب. يعني ايه فلسه حضرتك بتقول لي ان نكاح المتعه حلال؟ قول لي كده بصراحه. انا بقول لك انا بقول لك ده انا رافض. بالعكس ده الدكتور رافض. يا راجل اتق الله. الدكتور رافض وجود الحديث. الله يستر. انت رافض الكلام ده كان يا عم اتق الله بقى. طيب يا دكتور عبد الله ربنا بقى انا اتمنى وجودك معانا الاسبوع الجاي يا دكتور عبد الله ان شاء الله. كان قبل ان يحرم نكاح المتعه. طب في طب ينفع مش هو ينفع مش هنعمل مناظره على التليفون؟ مين يحلل ويحرم بعد اذنك بقى؟ لا مش مش هنعمل مناظره على التليفون. بس مين يحلل ويحرم في الاسلام؟ الله الذي يحلل ويحرم. لا الرسول كده اللي بيحلل ويحرم. لا الرسول يحلل ويحرم وحي من الله وليس من فين الوحي؟ ما ينطق عن الهوى. فين الوحي؟ الله نهى عنها وحرمها في خيبر. فين الوحي اللي بيقول كده؟ هو ده الوحي اهو. الصحابه يحكون عن رسول الله. طب لماذا لماذا لا تكون تواتر يا باشا؟ تواتر الوحي لازم ينزل هنا يبقى متبلغ. ينزل منه الوحي. ما الصحابه نقلوا لك الوحي. الرسول ما يشرعش ابدا. طيب لا الرسول ما بيشرعش. الرسول لا ياتي من قول. ما انت بتقول اهو. طب فين الوحي اللي قال له متعه ومش متعه؟ يعني في وحي قراني بالمتعه؟ لا مش لازم يكون في وحي قراني، يكفي ان يكون وحي نبوي. لا 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 اقفل اقفل. لا لا لا. طب يا دكتور عبد الله ده كلام طبيعي. اتمنى والله ما تقوله ضلال عشان بس الوقت ده. والله يا دكتور عبد الله ما تقوله انت تعلم انه ضلال. طيب يا دكتور عبد الله اسمها وحي نبوي عشان بس عشان وقتنا، احنا خدنا وقتنا وزياده. اتاكم الرسول فخذوه وانا نهاكم بالقران. تمام يا دكتور عبد الله بالقران. يا دكتور الاسبوع القادم على القران. يا دكتور عبد الله قصرها على القران. يا دكتور عبد الله نعم انا اتمنى وجودك معانا الاسبوع القادم باذن الله. يحصل الشرف ان شاء الله ان شاء الله. هنتواصل معاك باذن الله. تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور محمد طبعا. الله يخليك. اهلا اشكرك يا دكتور عبد الله. وخلينا نتعامل مع الامر لانه ليس بالسهل. بص يا دكتور وليس بالهزل. دكتور هاني اسمعني. ما ينفعش اقول
لما تزنق في حديث ده وحي نبوي كان ربنا قال. طيب انا النهارده اسمع، لا معلش هتكلم دقيقه، انا هخرج بالطريق الثالث اللي احنا النهارده طلعنا، لا هتكلم دقيقه الاول. طب اتفضل. انا كمسلم النهارده ما عاصرتش الرسول ولا الصحابه ولا التابعين ولا اعرف حكايه البخاري. لما ربنا هداني للاسلام خدت الكتاب ده وايه قعدت قريته واشتغلت بيه. حلو تمام. مصيري ايه؟ التزمت بالكتاب ده واشتغلت وصليت وصمت ومع جماعة المسلمين ومية مية 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 مية. الله وحده هو القادر على الإجابة على هذا السؤال. طب الله يسألني عن البخاري يوم القيامة؟ يسألني عن عملي. لا هيقول لي يعني ما خدتش ليه حديث البخاري؟ الإجابة ليست عندي، أنا أطرح ولا أجيب. طب اسمعني حتة مهمة. الوحي اللي بيقول عليه الدكتور عبد الله الوحي النبوي ليه ما جاش في القرآن؟ يعني طب انا اطبقه ازاي؟ انا ما اعرفش كتاب البخاري. الوحي النبوي ده ليه ما جاش في القرآن عشان اطبقه؟ يعني الرسول من دماغه هو اللي عمل المتعه، احنا كده بنتهم الرسول بحاجات خطيره. في النهايه للحديث بقيه، ونقطه الاتفاق الوحيده في هذه الحلقه، نقطه الاتفاق الوحيده في هذه الحلقه ان هناك رؤيه لإعادة التنقيح. طيب معانا مداخلة أخيرة وهننهي بعدها الحلقة. مين معانا بقى؟ طيب أننا اتفقنا على فكرة تنقيح التراث. يا ريت. وهذا الأمر لا خلاف عليه. وعلماء حديث كثير يعني أو كثيرون يمكن أن ينحوا معك هذا المنح. أيا كان هذا التنقيح في واحد في اثنين في ثلاثة في مليون، ولكن في النهاية الفكرة نفسها تكاد تكون فكرة جامعة تجمع طرفي الحديث. حتى نصل إلى الحقيقة قدر ما نستطيع، لأن لا أحد منا يملك الحقيقة المطلقة. لا الدكتور محمد يملك الحقيقة المطلقة، لا لا. ولا الطرف الثاني يملك الحقيقة لله. المطلقة بالظبط كده. حاشا لله. وكل يبحث عن الحقيقة. وفي النهاية يعني هناك حسن نية في التعبير عن سورة الإسلام وعن الرسول. إحنا بندافع عن الرسول، ده هم بيتهموا الرسول بحاجات هم مش حاسينها. أنت لما تقول للرسول عمل المتعة وبعدين لهاها ده لعب. ما أنت برضه يا دكتور مفيش جاي دين. أنت جاي تقول لهم هيلوا التراب على 1400 سنة يا سيدي. 1400 سنة، طب اللي بين محمد وعيسى قد ايه؟ ها؟ 650 ولا 575 زي على حسب الاختلاف في التاريخ. 600 سنة دول ما اتنيلت الدنيا فيها. مش مشكلة يعني. أنا عندي آيتين هنا هقولهم لك. إيه السبب اللي عمل ده ما بين عيسى وبين محمد؟ الفترة دي ما فيش أنبياء. فالدنيا اتخربت بحكمة الله وقدره. طب ما احنا برضو بقالنا 1400 سنة ويزيد ما هي خربانة بدون أنبياء. ما احنا خربان. هل هناك نبي قادم؟ لا لا لا. ما أنا عندي ده. أنا عندي ده اللي هو عايزك تسيبه. يا ريس ده بيقول لك إيه؟ الكتاب والسنة. الواو دي أنا بسألهم أمام الله. أنت عايز الكتاب وفقط ونقطة. لا الكتاب وما تواتر عن رسول الله لتطبيقه بما جاء في هذا الكتاب. تمام. يعني انا بص انا بقول هي السنة المتواترة عن النبي. مش سنة، ما اسمهاش سنة. امال اسمها ايه؟ اقولها لك بقى الحلقة الجاية، لان لازم اشرح لك اصل الكلمة واصل المصطلح وتحرير المصطلح. الكلمة غلط من زمان. تمام. طيب انا بشكر وجودك النهاردة. انا اللي بشكرك والله، تعبت. انا تعبتك. لا يا فندم خالص. احنا في النهاية يعني لا نريد إلا تبيان الأمر، وليس من العيب أن نطرح كافة الأسئلة وكافة الفريات وكافة المعادلات الصعبة، لأن ديننا ليس بالهش التي تقسم ظهره كلمة أو عبارة أو فكر. بالضبط. بل الإسلام يحمل ويتحمل أفكار ومدارس مختلفة. بل الإسلام فيه سعة، هذا ما نريد أن نصل به إلى الناس. ولكن إن كان هناك بعض الأشياء الصادمة للبعض من كلام الدكتور محمد، هذا الأمر يحتاج إلى رد وإلى ردود، وسيكون معنا من يرد على هذا الكلام في حلقات قادمة إن شاء الله.